بالنسبة لما تبقى من قرارات حتى نسهل الدخول تاعنا لإفريقيا، لأن احنا أفارقة قبل كل شيء، والقارة تاعنا يعني في المتناول تاع اقتصادنا. نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية، لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. عاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا، ما عندناش خط ليها، ما عندناش خط الكوت ديفوار، ما عندناش خط جوي مع دكار إلى آخره. الأمور هذه كل نغيرها إن شاء الله، بدأت تتغير ونكمل معها في سنة 2024 إن شاء الله، حتى تصبح الجزائر حقيقة إفريقية، ما تدورش نهارها لإفريقيا.